حد يعرف ايه هي زينة مواد الملوك؟ زمان كانوا بيسموا الكنافة زينة مواد الملوك، وبعدين بقى اسمها كنافة لانها عبارة عن خيوط رفيعة من العجين متشابكة، او باللغة العربية تكتنف بعضها البعض. بعض المؤرخين قالوا ان معاوية بن ابي سفيان كان اول واحد اتقدمت له الكنافة دي من العرب كطعام للسحور عشان تسد جوع اللي كان بيحس بيه في نهار الصيام، والكلام ده كان اثناء ولايته للشام. كان بيحس بالجوع جدا في نهار رمضان، فاشتكى للطبيب بتاعه فعرض عليه فكرة الكنافة على السحور اللي هتخليه يسد طول نهار الصيام. يعني الكنافة كانت أكلة ملوك. يا ترى مين أول واحد اخترع فكرة شغلانة المسحراتي دي؟ المرة الجاية هنعرف.